ابو حميد عامل ايه؟ الحمد لله. كابتن عامل ايه؟ مبروك الفوز النهارده والفوز بالمركز الخامس. الله يبارك فيك يا كابتن مهيب، الله يبارك فيك. عشان تبقى تسمع كلامي. انت عارف الكرة فيها، الكرة فوز وخسارة. اوه بقى دخلنا بقى فوز وخسارة، كنت قلت كده من الأول. أقول لك ايه طبعا. والله كنت قلت كده من الأول، ما تقولش ولونجا ده هيجيب ثلاث أجوان والأهلي وأنا وفي جيبي أنا قلت لك أيوه أنا قلت لك ولونجا جاب ثلاثة في الأهلي وإن شاء الله يجيب ثلاثة. إن شاء الله. في أكيد طبعا. المشمش. أنت كابتن مهيب، أنا أكيد الفريق طبعا عايز أكسب طبعا. أنا هقول لك أكيد. الأهلي يكسب أيوه.